طيب لك عملت ايه أيوه هنا بقى المفاجأة شوف بقى سيادتك انت هنا قمت له ايه انت بعتله الصورة بتاعت حمام الكويت في حد بيبيع حمام في حد بيبيع حمام على صورة حمام حد تاني وحمام في الكويت كمان مش حمام في مصر دي اللي انت له الصورة دي اهو دي المحادثه اللي انت بعتها له دي من الواتس بتاعك انت عايز ايه يعني انا يعني اعمل لك دليل اكتر من كده وبعدين تقول ان انا بفتري عليك وان انا راجل مخي تعبان و... ودماغه فاضيه يعني انت طالع عامل بس مباشر مش عارف كام و50 دقيقه عشان تقول ان دماغه فاضيه انا اصلا كنت بطلت فيديوهات بقى لي فتره ما صورتش فيديوهات بس انت اللي رجعتني تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ازيكم وحشونا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام هنخش على طول في الموضوع اللي هو موضوع الحمام اللاحم أو المشكلة اللي عملناها مع صاحب القناة أو هو عملها يعني ايه بإن هو خد صورة من القناة بتاعتي من الفيديو بتاع الحمام اللي في الكويت أنا مش على حمامي ده الحمام ده أمانة أو الفيديو ده كان أمانة واحد من الكويت بعتهولنا الأخ أبو عيد اللي أنا نشرت الفيديوهات بإسمه وقلت حمام الكويت عند ابو عيد اللي عايز رقم ابو عيد بيبيع حمام وبيشحن حمام لكل الدول العربية اللقطة دي اللي هو خدها صاحبنا ان بيقول اشترى من ولاد الحمام دي من حد هنا في مصر والحمام ده مش موجود هنا في مصر لان الحمامة دي في الكويت طب انت اشتريت من حد في مصر انت ما لقطة من الحمام بتاع الراجل اللي بقى لك ليه او صورة او لقطة من فيديو او حتى من جزء من فيديو انت جاي تحط حمام من عندي ليه الحمام اللي انت شاريه وحش انت بتقول ده حمام كويس حط الحمام بتاعتك اللي انت شاري منها ما تحط للناس جزء من فيديو بتاع حد تاني من حمام في الكويت او حمام في اي مكان او حمام دي طبيعه حاجه معروفه عند معظم الغواء او كل الناس عارفينها انا لما باجي ابيع حمام انا بصور للمشتري فيديو من الحمام اللي عندي في السلاك او الحمام اللي هو هياخده مش من حمام في الكويت او حمام من عندك الحاجه الثانيه ان هو حضرتك استشهدت بالمحادثه اللي الراجل اللي هو كان عايز منك القص ب 700 جنيه انت قلت له لا حرام وكتير طيب هي المحادثه معانا كلها دي المفاجاه المفاجاه اللي انا عاملها لك ان هي المحادثه اللي انت بتستشهد بيها كل شويه معانا من اول السلام عليكم لغايه عليكم السلام هنبدا في المحادثه اللي قدامنا دلوقتي بالظبط دي ده طبعا الواتس بتاعك برقمك بصورتك احنا طبعا هنظلل على الصورة عشان ايه بس يا رب ما تقولش مش مش ده مش انا ومش انت والكلام ده عشان ايه ما نظهرش بعد كده تاني صورتك باسمك بالفيديو ايه ما تنكرش يا رب ما تنكرش الموضوع ده فهنبدا على طول هنا الراجل دخل ايه بعد ما انت عملت الفيديو الاولاني اللي هو انت اشتريت فيه الحمام تمام بقول السلام عليكم شفت فيديو حضرتك عامله على الحمام اللحم بختم الشركة الفرنسية ممكن اشتري و لك الراجل بعت لك هنا الفيديو اللي هو المقصود عليه عشان تعرف يعني ان انت اهو شارب 500 جنيه الاص وقلت له تحت امرك موجود بالختم اللي عندي شفته في الفيديو من تحت الاهالي اللي بالختم طيب تمام كده اللي انت اللي عندك ده كلامك اللي عندك هو شافه في الفيديو والراجل مرضاش يديك قص واحد من اللي فيه الختم عرضت عليه مبلغ كويس مرضيش بس بحاول معاه والله ان يعني انت بتحاول تشتري قصة من اللي بالختم يعني طيب الراجل بيقول لك اشتري من انتاجهم اللي عندك لو امكن قلت له تمام اكيد هطلع انتاجهم الراجل بيقول اقصد اللي حضرتك مصورهم على وش شغل مش الزغليل يعني اه انت بقى بتقول اللي انا شاريه اللي انا شاريه منه يعني ايوه الراجل بيقول ايوه قلت له ازاي انا لسه جايبهم وما منهم قال آه الراجل بيقول لك يعني عايز يعني يشتري يقول لك تبيع او تشتري تاني طالما الراجل معاك انت يعني عرفت مكانه. آه قلت ما فيش مشكله انت بقى ما فيش مشكله ما يغلاش عليك بس اجيبهم انا جايبهم لمزاجي الكلام ده كله آه كلام تمام لغايه الوقت احنا ماشيين سليم لكن هقول لك برضو الحته اللي تدينك سألك بكام يعني؟ قلت له ما انت شفت الفيديو لو شفت الفيديو هتعرف فكتب لك 500 هو طبعا شاف الفيديو كويس ومذاكره قال لك 500 قلت له تمام ومش هينفع طبعا ابيع منهم عشان هم غاليين يعني تقصد حضرتك هتتفاجئ الوقت بسعر اللحم الاصل حضرتك بكام اللي انت ما تعرفش عمرك ما تعرف ولا تدفع فيه ولا حد هي يدفع فيه ولا نفسي ادفع فيه السعر اللي هو بتاعه اللي هو اللي بيجي من كويت ازاي او يجي من فرنسا زي ما حضرتك بتقول صاحبك عنده بالخيط وبرضه هتشوف في الفيديو او في فيديو تاني لو يعني الوقت اسعفنا ان صاحبك اللي انت بتقول عليه برضه عنده الحمام اللي بالختم اللي انت شاري منه ان هو ما يعرفش سعر القص كام اساسا هتعرف الوقت بالدليل مش هينفع طبعا تبيع منهم انا جايب الحمامة دي وحابب اربي منها الراجل قال لك اهي اللي انت بتستشهد بيه بيها كلمة دي اللي هو قال لك اشتري منك ب700 جنيه خلي بالك الراجل ده مش عايز حمام منك ولا حاجه يعني المفاجاه اللي انت متعرفهاش الراجل ده ما كانش عايز منك حمام ولا حاجه الراجل ده احنا كنا عايزين نسبه ان انت ما عندكش فيديو للحمام فعلا كنا عايزينك ان انت تقع في الغلط وتبعت للراجل الفيديو بتاع الكويت فعلا انت يعني ما كانش عندك اي حاجه غير ان الفيديو بتاع الحمام بتاع الكويت اللي هو مش عندك ولا عند صاحبك مش اكتر من كده صحتك بتقول فانت رديت على الراجل لما عايز ب 700 جنيه انت قلت له ليه يا عم والله حرام ما فيش فيه ختم ومحدش هيصدقك في الاخر هو انت مفكر يا عم الحاج ان انت اه يعني هيبقى ب 700 جنيه الحمام اللي بختم ده انت طيب قوي ده انت ما جبتش تمن شحن فرد واحد بس ماشي شحن بقول شحن مش حاجه يعني واحنا قدامنا الناس اللي جابت من هناك من الكويت واحنا نعرف ناس اللي هو متفق حاليا على قص الله اعلم بمستواه كمان ايه يوقف عليه بحوالي 9000 جنيه مصري اللي انا اللي انت ما تعرفوش كمان ان القص بيقف هناك اللي بالختم من 100 ل 150 دينار كويتي ده طبعا غير مصاريف الشحن اللي هي بتقف حوالي 1500 جنيه يعني هيبقى ال 100 لو قلنا ب 100 دينار بس ال 100 دينار اكتر من 6000 جنيه احسبوها بقى شوف الدينار النهارده بكام و60 جنيه وضيف عليهم على ال 100 1500 مصاريف شحن علشان يجي مصر شوف بقى بكام ده اذا كان ب 100 دينار اذا كان ب 150 دينار شوف هيبقى بكام انا ما كنتش هنشر المحادثه دي اذا كنت انت صادقت كده معايا لكن انا شفتك ان انت دلوقتي طالع عامل كمان بس مباشر وبتقول راجل مخه تعبان وراجل دماغه فاضية هنشوف برضو يعني شوف انا يعني كنت على حق ولا راجل مخه تعبان وبتستشهد بتقول لي يا صديق برضو كان ان هو طلع عمل مشكلة معاه برضو صديقك يعني له برضو السيديهات برضو المحادثات وكل حاجة موجودة بالمستندات احنا مش هنفترى على حد في حاجة لو هو اتكلم ولا هو ساعدك تاني انا كنت سكت وقتها علشان هو كان طلبني يرجوني ماشي فانا ما كنتش سكتت كده هو كان طلبني يرجوني والمحادثات موجوده لو عايز صوت وصوره ماشي لو عايزها بصوته لو عايز مكالماته كمان مسجلها هجيبها لك ما تقلقش يعني مش عارف والله اقول لك ايه بس انت بقى ايه طبعا مش شايل باله يعني بتتهرب من الموضوع لان هو في النهايه الراجل عايز يشوف فيديو للحمام ولا هو عايز يشتري منك حمام ولا حاجه فهو لك ايه طب ممكن توريني فيديو للحمام المختوم الاهالي عشان ايه وانت بقى ايه وتقول ايه وعشان محدش يصدقك كمان ويضايقك بكلمه ضحك عليك الكلمه اللي انت بتقولها للناس ايه اللي هيعرفني ان انت ما بتبقى لجزء جزء غليل ان ده من اولاد الحمام المختوم ايوه انا لو عندي الحمام المختوم وقلت للناس الناس هتصدقني لان الناس بتصدقني اللي انا بقوله لهم بيصدقوا لان انا ما حد هم عرفوا عني كده اللي بيسالني عن الحمام انا بعت مزرعتين حمام للناس والاستاذ احمد بركات يشهد اقسم بالله انا ما بعت منهم حمام لحد هم اصحاب المزارع دي هم اللي بعد الاستاذ احمد بركات ومزرعه الدكتور ومزرعه الدكتور باع مرتين كمان هو اللي باع بنفسه انا ما بعت له حمامه يعني حد غيري كان عملها تجاره وخدهم وباعهم واشترى بسعر كويس وباع هو على اسم قناته طيب انا برضه هنا الراجل بيقول لك في انتظار الفيديو واساله لو هيبقى قص واحد من الحمام المختوم باي تمن يعني بيغريك ان هو هيشتري باي ثمن تمام, تمام؟ آه انت برضه بتقول ايه على فكره اصول حمامي من مزرعه جوجرين القديمه اول ما بدا تمام احنا كده مصدقينك آه انا عارف وانا هو طبعا الراجل بيرد عليك بيقول لك انا عارف ان حمامك احسن حمام وانت راجل معروف بحمامك بيشجعك برضه ان هو عايزك تجيب له الفيديو قلت حبيبي والله ما تنسانيش بقى وتصبح على خير خلص معاك النهاردة انت عارف الناس بتشكك ومحدش هيصدق ده الكلام انت بتقوله وتصبح على خير تصبح على خير خلصنا ولايك تاني يوم بقى السلام عليكم فاكر حضرتك الفيديو بيفكرك الراجل بيلح ان هو عايز يشوف فيديو للحمام وانت برضه ما وعليكم السلام واحد بيشتري وعايز فيديو من الاهالي ايه المشكلة ما يكون انا عندي او عندي صديقي يعني ما هو كده ما هو حقه طيب بقول لك عملت ايه؟ ايوه هنا بقى المفاجاه شوف بقى سيادتك انت هنا قمت له ايه؟ انت بعت له الصوره بتاعت حمام الكويت في حد بيبيع حمام في حد بيبيع حمام على صوره حمام حد تاني وحمام في الكويت كمان مش حمام في مصر دي اللي انت بعت له الصوره دي اهو دي المحادثة اللي أنت بعتها له، دي من الواتس بتاعك، أنت عايز إيه يعني هنعمل لك دليل أكتر من كده وبعدين تقول إن أنا بفتري عليك وإن أنا راجل مخي تعبان و... ودماغه فاضية، يعني أنت طالع عامل بس مباشر مش عارف كام و50 دقيقة عشان تقول إن دماغي فاضية، أنا أصلاً كنت بطلت فيديوهات، بقالي فترة ما صورتش فيديوهات بس أنت اللي رجعتني تاني. طيب فين الفيديو؟ لما أنت بعتله الصورة الراجل بيقول لك طب فين الفيديو؟ امم الراجل عايز برضه فيديو ما هو الراجل عارف ان دي من حمام الكويت مش حمامك هيبقى بس بيجريك حضرتك مش انت شفت الحمام على الطبيعه هو الراجل بيقول لك مش انت شفت الحمام على الطبيعه واكيد يعني صورت فيديو خاصه ان عندك قناه حمام ده شيء طبيعي ان انت عندك قناه حمام اول ما اشوف حمام تنزل بالختم طب معلش انا هصورهم ليه لنفسي يا اخي احتفظ بحته من الفيديو يعني عندي انت بقى طبعا هنا ايه مش عارف تقول ايه قلت له شفته طبعا طب فين الفيديو لو حتى ثواني الراجل اهو فين الفيديو صح من حقه انت بقى بتتحجج هنا كان بعت لك فيديو على الواتس ومش عايز يشتغل يعني مش مش راكبه قوي يعني ها مش داخله الفيديو ايه اللي مش عايز يشتغل ما الصوره اهي انت بقى ايه مصمم شفت الكلمه دي يا جماعه ما الصوره اهي انت بتقول له ما الصوره يعني هي الصوره اللي انت بعتها له دي الراجل مش عايز يقول لك ان ده مش حمام الراجل ده حمام في الكويت مش عايز يقول لك هو سايبك اما تجيب اخرك انت ايه عشان يكشفك يكشفك على حياتك طب معلش كلمه الراجل بقى بيقول لك اهو طب معلش كلمه يبعتهولك تاني انا هشتريه باي فلوس بيعرفك ان هو نفسه في الحمام اللي هو بالختم ده او او من ولاده عشان تبعت له الفيديو عايز يشوف انت صحيح ولا ما عندكش حاجه ارجوك محتاجه ضروري انت بقى بتقول له هكلمه بكره ان شاء الله هو بقى بيغريك برضه تاني ويقول لك وعرفه لو بيبيع منه ما يهموش الفلوس ادفع اي مبلغ يقول عليه هقول لك على حاجه اعطيني رقمه واشتري منه بمعرفتي واعطيك ألفين جنيه حلالك ايوه عارف ليه عشان انت في واحد كتبت له في التعليقات تاخد القص ب جنيه بالخط فهو الراجل شاف التعليق ده فقال لما يديك 2000 جنيه وياخد قسم اللي هو بالختم يبقى واقف عليه ب 4000 جنيه الراجل حسبها صح لان هو عارف ان القص بالختم سعره اكتر من 10000 جنيه ده اللي انت ما انتش عارفه يا اخ فلان انت طبعا هنا تهربت من الموضوع لان مفيش ختم ولا حاجه ودلوقتي هنتكلم عن الختم اللي انت ظهرته في الفيديوهات ده هنقول عليه ايه هنقول على الختم ده دلوقتي هنشوف وهنقارن الحمامه بتاعتك والختم اللي انت جايبه باللي في الكويت انت قلت له بص استحاله يبيع الاصل استحاله يبيع الاصل اديت رقمه للناس وزال وزال منك علشان ايه عايز يبعت لك الفيديو تاني ومش عايز يبعت لك الفيديو تاني يعني طيب اللي هي اللقطه الثانيه اللي انت بعتها لنا دي الحمامه المضروبه وهنقول لك هي مضروبه في ايه بشهاده الاستاذ احمد بركات اللي هو شاف الختم بتاعك والصوره اللي انت اللي اللقطه الثانيه اللي انت بعتها لي الراجل بيلح عليك تاني طب اشوف فيديو الاهالي واشتري من ولادهم او بأي فلوس عشان يكون الفيديو عندي لما اجي ابيع من انتاجهم اوري الفيديو بتاع الاهالي للزبون عشان اعرف ابيع بسعر كويس واكون مخسرتش انت طبعا ايه انفعلت على الراجل قلت لحضرتك حاضر بكره اعمل ايه تاني تمام ده انفعلت على الراجل كمان اهو اه فالراجل قالك ان شاء الله منتظرك بيسيسك وطول باله عليك خالص عشان ياخد منك ايه المعلومه ها ان شاء الله منتظرك تصبح على خير يا محترم السلام عليكم تاني يوم برضو اليوم الثالث وعليكم السلام ازي حضرتك الحمد لله نسيتني بيفكر اقول لك ألفين جنيه عشان ترد عليه لما اتاخرت عليه في الرد ف عارف يجيبك برضه انت بقى طبعا هنا ساعه ما سمعت 2000 جنيه ليه بتاعت ومتردد عليه يعني عشان تعرف اني ما بضيعش وقت يعني وقت في ايه بس اه انا عارف انك جد انت فهمت ان هو جد ولا جد ولا حاجه هو عايز يجرك بس ان يعرف الحقيقه منك انا منتظر زي ما وعدتني بكره واضحنا بكره على راي فريد لطرش بيقول لك بكره فيديو الاهالي بالخيط من الراجل منتظر فانت بعتها رد يعني ايه بصوتك فيا ريت ما كنتش رديت يعني بصوتك احنا مش عايزين نطلع صوتك عندنا في القناه ولا حاجه لكن احنا هنقول انت قلت ايه انت يعني ايه عايز تقنع الراجل ان هو بالختم ومحدش هيصدقك وما تشتري من الحمام العادي عايز تقنعه بالحمام العادي وايه اللي يثبت الناس هتعرف ازاي ان انت لو اشتريت من الحمام اللي بختم ايه اللي هيثبت ان انت ده الكلام بتقول اللي انت بتقوله ايه اللي هيثبت ان واعرف الناس ان انت بتبيع لهم من ولاد الحمام اللي بالختم ان ممكن يفتكروا ان انت بتغشهم وتباع لهم حمام العادي ده اللي انت بتقوله هو الراجل قال عليه اللي يثبت ان يكون معايا الفيديو هقول لهم ان هو من الحم... ابن الحمام ده الكلام يعني ايه مقنع شويه طب اعطيني رقمه ومش هقول ان انت اللي اعطيتني الرقم انت بتقول برضو في الفيديو اللي انت عملته البث المباشر طب الراجل طب كان قال لي هات رقم الراجل انت بتقول ان هو بتقول عليا كنت قلت لك هات لي رقم الراجل انت هنا مش راضي تدي الرقم لحد اهو خايف تدي الرقم معرفش ليه <applause> مع ان انت سايب الرقم في التعليقات هو الراجل اللي جابه من التعليقات وهقول لك برضو الموضوع للنهايه إيه، انت بتقول له انا عندي الحمام اللي حضرتك شفته في الفيديو خلاص بقى كلامك هنا ما عادش هتبعت له فيديو ولا حاجه انا عندي الحمام اللي انت شفته في الفيديو إيه يعني واللي انت بعته له في الصوره اللي هي من شويه اللي هي من عندنا من حمامي او من حمام الراجل اللي في الكويت من فيديوهاتي اقصد ومن حمام الراجل اللي في الكويتي ابو عيد وهنسيب برضه رقمه اللي عايز يشتري منه واللي عايز يساله القص اللي بالختم يتكلف كام هو هيقول لك انا ما ببيعش لان هو عارف ان هو غالي هيقول لك ما ببيعش من الحمام اللي بالختم اول ما تساله يقول لك كده فانا برضه بقول لك ايه منتظرك على انك انت برضو ايه هتقول له وتجيب له الرقم هتكلمه وتقول له واحد عايز رقمك يعني الموضوع محتاج الموضوع ده كله صعب قوي كده منتظرك ده رقم الراجل استاذ كذا السلام عليكم بعدها استاذ فلان مفيش جديد اه انت بقى ايه كنت بتجهز للفيديو اللي كنت انا في الفتره دي نزلت الفيديو اللي هو بحذر الناس منك فانت قلت ايه هنزل فيديو اه النهارده طبعا انت كنت خايف قوي من اللي بيكلمك ومتحسب انت مش عايز تبعت حاجه تدينك ودي برضو حاجه تحسب لك فالراجل بيقول لك منتظر ميعاده الساعه كام الفيديو انا يعني بقول بقول انت بتقول لي هتعمل فيديو فبقول لك ميعاد الفيديو الساعه كام لكن يا استاذ فلان حضرتك متاكد ان الصوره دي للحمام اللي عنده فانت هنا حسيت ان الراجل شاف الفيديو الثاني الفيديو بتاعي اللي انا بحذر منك قلت له لا دي صوره من فيديو انا عارفه طب انت تباع حمام على فيديو انت عارفه ليه يا عم الحاج انت ما عندكش الحمامه دي بتعرض للراجل بتبعت له صوره حمام بتاع حد تاني ليه؟ مين بيعمل كده؟ فهموني انت انت هتجنني يا ابني. فيش حد يبيع حمام وابعت لحد صوره مش من حمام عنده، انت تبعت الحمام اللي عندك، انت بتبيع لحد حمام تصور له الحمام مش تصور له حمام في الكويت. ازاي يعني انت بتبيع لحد حمام وتصور له حمام في الكويت؟ هتجنني؟ دي الصوره اللي هي من حمامنا. اهو. النهارده حاجه دي اللي انت بعتها للراجل الصوره اللي هي الفيديو ايه من عندي خدت اللقطه دي وهنحط لك برضو اللقطه الفيديو بتاعنا دلوقتي للمشاهد يشوف دي جنب دي هيشوف اللقطه دي اللي انت بعتها والناس تتاكد ان انت اخدها من فيديو من قناتي اللقطه اللي انت اخدها دي طيب هنشوف برضو هنا راي الاستاذ احمد بركات ايه في الحمام اللي انت بتقول حضرتك ان هو بالختم تمام هنشوف اللي هو الحمام اللي بالخير واستناني استناني الفيديو اللي جاي الفيديو اللي جاي بقى اللي هيكون مفاجاه الفيديو اللي جاي هيكون مع برضو محادثات الواتس بتاعه الراجل اللي انت بتقول انت شاري منه وهنثبت لك ان هو يا اما مش عايزين نقول ان هو حمام ايه او حمام ايه احنا هنقول ان هو بلاش هنخلينا في الاحتمال الثاني عشان الايه الاولانيه كبيره شويه احنا بنأخ... بناجل الغلط شويه فاحنا هنقول لك ان الحمام ده ممكن يكون الختم بتاعه مش مش حقيقي زي ما انت قلت برضه هيطلعوا يقولوا كده انت عارف لان هو مش حقيقي واحنا متاكدين من الحته دي لان هو ما فيش حمام بالختم القص زي ما انت بتقول وهنجيب الدليل ده من الفيديو اللي هعمله عن مع صديقك اللي هو لك الحمام اللي احنا ما نعرفش اسمه مش عايز يقول اسمه ليه ما الراجل اللي انت شاري منه عملنا له برضه فيديو بالمحادثات بالمستندات زيك كده بالظبط مش ايه احنا طولنا قوي بس برضه لازم نجيب حته من ايه من عند الاستاذ احمد بركات رايه بسرعه كده ده من عند الأستاذ أحمد بركات، الأستاذ أحمد بركات لما أنت نشرت الفيديو التاني اللي أنت جبت الفرد اللي بالختم في القفص اللي أنت مصوره ده ورا الكرتونة في ماشي قال على فكرة برضه بنسبة تسعة وتسعين في الفرد اللي هو الفرد ده مش من حمام الشركة خالص، الأستاذ أحمد بركات يعني أكتر حد عارف أكتر مني وأكتر من أي حد تاني يمكن هنا في مصر إن إحنا مشفناش الختم على الطبيعة انا شفته وانا بصوره عنده هناك الحقيقه يعني هو اللي كان ماسك الحمامه انا لما بروح لحد اصور عنده حمامه انا بكون مؤدب او ما بحاولش امسك حمامه ما بمسكهاش بايدي تمام بس شفتها وصورتها وصورت الختم بالكاميرا الماكرو اللي انا هسيب لك دلوقتي الحته بتاعت العلامه بتاعت الختم دي الختم مش الختم اللي انت حاطه الختم الحته بتاعت الصفره دي اللي هي بتتعلق زي ما قال الاستاذ احمد بركات اهو اللي بتتحط اللي انت شايفها البلاستيكه دي اللي بره دي بتتباع زي اللي بتتعلق في ودان الغنم والبقر واللي يثبت كلامي الدبله الدبله الاستاذ احمد بركات شايفها ان الدبله دي اللي انت في الفرد اللي انت جايبه ده مش دبله الكويت تمام معرفش انت مركبها ازاي ولا عاملها ازاي وهي مش هي الدبله هو بيقول ان الدبله الثانيه غير دي فانا بقول له برده فيها ايه الدبله لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون ده ختم الشركه يا استاذ احمد اه وده أنا... الرقم بتاعه ده مختوم في الجناح ما ينفعش يطلع ده الختم في الجناح اهو اه أوه. أوه. بيتحط على الحمام وهو آه. لسه عمره صغير ايوه الدبل دي بتاعتهم زي الدبله الدبل اللي بتتلبس في الرجل بتتلبس دي دي هنا في الجناح مش زي الدبله اللي عندنا اللي هي فك وتركيب أيوة. دي دبل كبس الدبل دي غير الدبل اللي عندنا دبل كبس اه دي يعني ما تدفعش تتفك لا بتتفك اه بس صعبه ان هي تتفك مش زي الدبل بتاعتنا ودخامه تخينه شويه اه تمام تمام ده الحمام اللي جاي من فرنسا مباشرة موجود عند هيوريني الدبلة بتاعت الشركة فبعت لي هنا طبعا الايه الكام صورة دول ده فيديو ده فيديو هو من الاستاذ احمد بركات احنا بنشوف اهو حاجة هنشوف برضه هو بقت ايه تاني وده فيديو تاني على فكرة يا جماعة الحمام الملون ده حمام لاحم الحمام ده حمام لاحم مش الابيض بس ده اللي الأستاذ أحمد بركات بعته اهو مش أنا مش من عندي ها اللي هو قاعد في الكويت وبختم الشركة الفرنسية برضه اهو لاحم الشركة الفرنسية زي ما هو كاتب ده اللحم بسم الله ما شاء الله الأبيض شفت ما شاء الله اللي الحمام اللي يفرح ايوه بس ما تقدرش على تمن ولا انت ولا اخ صاحب القناه ده اللي احنا بنخاطبه يا جماعه مش بنتكلم حد يعني الفيديو ده خاص بالاخ اللي هو طالع يقول دماغي تعبانه ودماغي فاضيه ده من الاستاذ احمد بركات وده كمان برضو بعت فيديو تاني اهو ده الاستاذ احمد بركات برضو هو كل ده الاستاذ احمد بركات عايز يقولك ان مش ده مش الختم بتاع الشركة طيب حتى هنا كمان الاستاذ احمد بركات بعت فيديو من اللي انا ايه اهو ده فيديو اللي انا مصوره عنده على قناتي هو جابلك لك اللقطه هي شفت الختم ده انا عايزك توريني بقى الختم بتاع الحمام لو عندك الختم ده ورينا الختم الاخضر ده تمام طيب احنا اللي هنقدر عليه نوري الناس برضو الختم اللي هو الختم الختم مش البلاستيكه اللي هي اللي خارجه بره دي دي مش الختم يا اخ فلان انت استنوني في الفيديو اللي جاي هتكون المحادثة الفيديو التاني عن المحادثة اللي مع زميله اللي هو اللي هو اشترى منه الحمام غريب الموضوع غريب جدا يعني فهتشوفوا والله انا يعني ما عندي انا ما عنديش حاجه اللي بيسالنا عن الحمام بتاعنا اللي هو ب 300 جنيه بقول له ما عنديش ما عنديش حاجه للبيع فالناس بتسألني على بتاعنا انا ما عنديش لا من ده ولا من ده ما عنديش حاجه تتباع فما بسوقش الحاجه وانا كنت مبطل اصور فيديوهات بس هو الموضوع ده استفزني فكان لازم اطلع ارد عليه لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته